السلام عليكم حمادي، ياريك يا عاملين، لاباس عليكم؟ الصحة مزيانة، كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنساوش دائما دعمونا ابوني وجيم ولي كومونتير ديالكم محفزة، وطبيعة الحال اشتراك ديالكم اللي كيفرحنا. اولا قبل كل شيء، ما كنتمنى دائما ان نكون ضيفة خفيفة على القلوب المشاهدين والمشاهدات، ضيفة مرحب بها داخل جميع المنازل. وبهذه المناسبة وفي هذا اليوم الرائع والمميز، اقول لكم عيد مبارك كريم على جميع المسلمين، لأنه عيدا دينيا. كنتمنى أول حاجة دوزوا هذا العيد على خير وسلام. بالنسبة يعني للفيديو اليوم، أخذت لكم بعض المقتطفات يعني من عيد الأضحى ديالنا. كما كتشوفوا كل شيء كيعرف باللي الذبيحة يعني غير مسموح بها في عالم اليوتيوب، وهي تعتبر من المخالفات. داكشي علاش اخترت بعض اللقطات. كما كنشوفوا دابا هذا هو الخباز، كنشوطو فيه الراس، وكنا قسما يعني الشغل هنا، يما كانت كتشوط الراس كما كنشوفوه معايا في الخباز او الفران ديال صراف واحد اشنو كيسميه. كنشوفوا هذه هي الطريقه اللي كنشوطو بها الراس بطبيعه الحال. وطبيعة الحال يعني نهار العيد كلشي كيعجن وكيطيب الخبز. حنا بالنسبة في البلاد ديالنا ضروري طيب الخبز يعني طرية، والوسيلة اللي كنطيبو فيها الخبز هو هاد الفران هذا ديال الصراف. وجات المناسبة بطبيعة الحال وشوطنا فيه الراس ايضا يعني في نفس النهار، خصنا يعني الدوارها يعني كل يعني ما مرتبط بالحولي. يما صوبت الراس، شوطت الراس، وانا كنت كنغسل الدوارة نحسب جوج حوالا، الحولي ديال بو الحولي ديالي. كما كتشوفو هنايا كنضفر مصرا، انا كنقلبو على الراس اول حاجة. الراس هو اللي كنشدوه باش كنعملو واحد الطريقة كما كتشوفو معايا، من بعد كنبداو كنضفرو يعني كنضفرو يعني بطريقة سالكة، زعما بحال شي وقتة، ودائما كتبقى كضفر بها كما كتشوفو معايا. وكتكون واحد الطريقة اللي هي سهلة يعني عادية، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة، بالعكس يعني سهلة، وكتخدم نفس الطريقة حتى كتسالي ديك الكمية ديال المصران اللي عندك. طبيعة الحال بالنسبة للخسارة ديال المصران، كنعمرهم انا بشي حاجة د الماء وكندوز الماء فيهم حتى كيتسخو، من بعد كنفتحهم بالموس. انا كنفتحهم ما كنخليهمش، ماشي كنقلبهم، على كاين اللي كيقلبهم، كاين اللي كيفتح، كاين اللي كيخويهم وكيخليهم. هذا انا عموما يعني كنعملهم بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للخسارة ديالهم كنخسدهم انا بالماء والملح، وكنزيد معاهم شي حاجة ديال الخل، ثم كتشوفوا كيفاش خرجوا يعني نقيين بيضين ما فيهم لا وسخ ولا حتى حاجة. ايضا بالنسبة يعني للكبدة كما كتشوفوا معايا، المهم هذه هي المصران اللي تفرسهم انا كاملين، والشحمة فين هي كما تشوفوها يعني الشحمة ديال الدوارة هي هذه كما كتشوفوها معايا. بالنسبة للكبدة كما كتشوفوا يعني قطعتها طرفين انا طوالين، عملت معها البصلة، عملت معها الربيع، قزبر ومعدنوس، عملت معها الملح، عملت معها ايضا التحميرة او الفلفل الاحمر، عملت معها الابزار او الابزار او الفول السوداني، وعملت معها شي حاجة ديال الكمون. وبطبيعة الحال زدت في الاخر شي حاجة ديال الزيت وخلطتها يعني مع العطرية باش كتشرب بالعطرية مزيان. المهم هي الطريقة ديالي انا اللي كنعملها حنا بالنسبة للكبدة، كتشرب العطرية كلشي بنينة يعني كتجي رائعة. بعد داكشي هذاك طبيعة الحال زدت شي حاجة زيت، الزيت كنعملو باش ما كتلصقش في الشواية، ملي كتحط الشواية ملي كتلصق داكشي في الشواية. المهم هذا علاش. بالنسبة من بعد ما كنطيبها نص طياب، كنزولها كنقطعها طرفين صغارين كما كتشوفوا، عاد شوفوا معايا ان شاء الله، وعاد كنلوها في الشحمة وكنرجعها الطيب مرة اخرى، وشهية طيبة. وعيدكم مبارك سعيد، وخليكم مع بقية الفيديو ان شاء الله. وفي الاخير عاد نلقاو واحد فيديو صغير على الدوار ديالي او على الحومة اللي ساكنة فيها اللي كنتمنى يعجبكم. وعيدكم مبارك كريم، وكل عام وانتم بألف خير، لا تنسوا ان تشجعونا بطبيعة الحال. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. وحاول
Thank you.
You know.